مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من سلسلة دروس تعليم المحاسبة باللغة الإنجليزية. اليوم راح نكمل شرح حل تمارين الفصل الخامس اللي هو الـ Adjusting Entries، قيود التسوية، وراح ناخذ اليوم الـ Question 4 صفحة 66 من الكتاب. الـ Question هو معروض أمامنا، عبارة عن The following balances أرصدة مأخوذة من ميزان المراجعة لشركة بابلون في 31/12/2014، وهذه ملاحظات، وأكو ملاحظات أخرى أيضا تكمل لها. هذه معروضة أمامنا، وهنا عندي خطة طباعي 2013، وإحنا بدنا نحكي على 2014، فراح تكون تصحح تصير 2014. راح نبدأ نقرأ فقرة فقرة من الملاحظات ونحاول نسوي لها قيد تسوية. نقطة A يقول the balance of an earned service revenue، يحكي عن إيراد الخدمات، هذا هو إيراد خدمات. يقول هذا الرصيد representing يمثل contract service، عقد خدمة لمدة 18 شهر ويبدأ من 1/7/2014، يعني 6 شهور في هذه السنة. هذا هو لمدة 18 شهر، فبالتالي 36 تقسيم 18 شهر يطلع 2000 دينار شهريا. السيرفيس ريفينيو لهذه السنة راح تكون 6 شهر فقط في 2000 يساوي 12000. والان ايرن سيرفيس ريفينيو ايراد الخدمات المستلم مقدما للسنوات القادمة راح يكون هو المبلغ المتبقي 36 ناقص 12 24. لذلك عندما نسوي قيد تسوية، شلون راح نسوي قيد تسوية؟ سيرفيس ريفينيو 12000 نريده حتى نظهر بالأرباح والخسائر غير موجود في سجلاتنا ضمن أرصدتنا، لذلك لازم نثبت حساب السيرفيس ريفينيو 12000، والإيراد راح يكون دائن أكيد، فبالتالي راح يظهر ضمن الجانب الدائم. بنفس الوقت لأن إيرنت احنا نريده 24 هو 36، حتى نوصله 24 لازم نخفض من عند 12، فالتخفيض يكون في الجانب المدين، وبالتالي يكمل عندي القيد المحاسبي اللي هو قيد التسوية. النقطة الأخرى يقول the balance of prepaid rent expenses، مصاريف الإيجار المدفوعة مقدما ل 12000، هذه تمثل إيجار من 1 جولاي 2014 ل 1 جولاي 2015. إذا هذا 12000 مال السنة، 6 شهور في هذه السنة و6 شهور في السنة التالية، فما يخص 2014 هو 6000، وما يخص 2015 هو 6000 أيضا. قيد تسوية شو راح نثبت؟ الرنت اكسبنس 6000 غير موجود في سجلاتنا في أرصدتنا، لذلك لازم نثبت مصاريف إيجار 6000، فالقيد راح يكون رنت اكسبنس 6000 بالمدين. البريبايد 6000 الريدة هو موجود 12، حتى نسوي 6 لازم نخفضه 6000 بالجانب الدائم، فيكون القيد من حساب رنت اكسبنس إلى بريبايد رنت اكسبنس. النقطة الأخرى تحكي فقرة سي، تحكي على مصروف التأمين. يقول the balance of insurance، مصروف التأمين is premium payment، هو دفعة تأمين عن 1 year، بوليصة التأمين مال سنة واحدة، هاي 18000 مال سنة، تبدأ في 1 جولاي 2014. إذا مصروف الإيجار السنوي 18، ما يخص هذه السنة 6 شهور فقط 9، والمدفوع مقدما 9، لذلك لازم نثبت قيد التسوية. ايش راح نقول؟ احنا مصروف التأمين نريده 9، انا عندي مصروف تأمين 18، شلون اسوي 9؟ لازم اخفضها 9 في الجانب الدائم. البريبايد احنا نريده 9 وما موجود، فنثبته بالجانب المدين، وبالتالي يكمل عندي القيد المحاسبي. النقطة دي، the accountant found، المحاسب وجد بأن الرواتب لشهر ديسمبر 2012 not yet paid، لم يتم تسديدها 12000. هذه مبلغ غير مسدد، يعني غير موجود ضمن الأرصدة، وبالتالي لازم نثبته. فال adjusting entries راح يكون مالته، salaries expense راح يكون مدين 12000، وال accrued salaries expense مصاريف رواتب مستحقة في الجانب الدائم. النقطة الأخرى يقول the balance of an earned rent revenue، إيراد الإيجار غير المكتسب 20000 دينار. يقول هذا هو يمثل
إيجار بناية لسنة واحدة تبدأ من 1/10/2014، فال20 ألف هي مال سنة. إذا تحسب من 1/10 لهذه السنة راح تكون 3 أشهر، 10، 11، 12، فال20 ألف في 3 على 12 يساوي 5 آلاف لهذه السنة، يخص هاي السنة. المتبقي هو يخص السنوات القادمة. يخص السنوات القادمة نعتبره أن إيرند، يعني إيراد إيجار مستلم مقدما. إذا إيراد الإيجار 5 آلاف لهذه السنة، وإيراد إيجار مستلم مقدما 15 ألف عن السنوات التالية. شو راح نسوي؟ قيد تسوية. احنا نريد إيراد إيجار رنت ريفينيو 5 بالأرصدة ماكو، إذا نثبت إيراد إيجار بالجانب الدائم. الآن إيرند 15 ريدة عندي 20، شو نسوي 15؟ أخفضها 5 في الجانب المدين، وبالتالي ينتهي القيد. النقطة الأخيرة في 31/12/2014 قلنا مو 13، وجد المحاسب بأنه السيلز ريفينيو بمقدار 15 ألف دينار لم يتم تسجيله أو استلامه. عندي سيلز ريفينيو ما مثبت ب 15 ألف، فلازم نثبته. السيلز ريفينيو مثل ما نعرف هو جانب دائم، نثبته ب 15. جانب المدينة أما نكتب أكاونت ريسيفابل هو الأفضل، أو ممكن نقول أكرويد ريفينيو أيضا يرهم، اثنينات المقبولات، ولكن الأفضل أنه أسوي أكاونت ريسيفابل باعتبار أن المبيعات دائما تباع إلى الزبائن وهم الأكاونت ريسيفابل. وبهذا نكون قد انتهينا من حل السؤال الرابع، ونلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله. تحياتي لكم.